صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 17 لسنة 2016 بالتصديق على بروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق واحد ألف من الاتفاقية والمعتمد من المجلس العام للمنظمة بتاريخ 27 نوفمبر 2014 والمرافق لهذا القانون كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدي حفظه الله وأصدر قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة بعد إقراره من مجلسي النواب والشورى